سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صاحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرعوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم كالرفيق لطالب السبل التي تقضى إلى الخيرات والإحسان.